بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم 3D موديلنج أوتوكاد، والنهاردة هنكمل مع بعض شرح الفيسز في السوليد إيديتنج. أنا شرحت الدرس اللي فات الإكسترود والتيبر، هنشرح النهاردة موف كوبي أوفست ديليت. أول حاجة عندي الموف فيسز، هندوس عليها بالشكل ده كده وأختار الفيسز ده كده تمام، وأجي أدوس بيمين الماوس إنتر، وبعدين أختار البيس بوينت، مثلا البيس بوينت دي، وعايزه لو انا فتحت القرص كده عايزه يكون الموف فيسز في الاتجاه اللي انا عاملاه ده كده، شايفين؟ فانا هدوس كده اهو زي ما شايفين عمل لي موف فيسز. طيب لو انا جيت عملتها تاني دوست عليها واخترت برده نفس الفيس، وبعدين دوست بيمين الماوس انتر، وبعدين اخترت البيس بوينت دي وعايزه الميد بوينت دي الخط اللي فوق ده، هاجي ادوس شيفت مع يمين الماوس واختار الميد بوينت اهي بتاعتنا هنا، على طول عمل لي موف للداخل زي ما انا عملت الميد بوينت اللي انا اخترتها تمام. يبقى ده الموف فيسز. طيب بعد كده عندي الكوبي فيسز، بختار كوبي فيسز بالشكل ده واختار الفيس ده مثلا وادوس بيمين الماوس انتر، وبعدين البيست بوينت دي اهي والسكند بوينت في اي مكان انا عايزاه، عمل لي كوبي زي ما احنا شايفين كده. لو جيت كررتها تاني اهو انا عايزه ده كده، وبعدين ادوس يمين ماوس انتر، وبعدين برفع لفوق كده واجي اقول له السكند هنا على طول عملها لي زي ما احنا شايفين كده، شايفين اهي. يبقى ده الكوبي فيسز. هنيجي بقى نختار اوفست فيسز، هنروح هنا على السهم ده كده واجي اقول له اوفست فيسز تمام، واجي اختار الفيس ده وادوس بيمين الماوس انتر. بما ان انا بحدد النقطة وبعدين المسافة، او ان انا بحدد المسافة من اتجاه هنا هيبقى بنفس اتجاه الفيس اللي موجود عندي، فانا هقول له مثلا 30، شايفين بقى بالشكل ده كده، وادوس اسكيب اخرج من الامر. طيب ارجع تاني للفيسز، ممكن ان انا قبل ما ارجع تاني اوريها لكم 2D واير فريم، واجي اقول له فيسز واختار الفيس ده كده وبعدين انتر، وبعدين اقول له 30 زي ما شايفين عمل لي اوفست 30. هنيجي بقى لاخر حاجه اللي هي الديليت فيسز، اهي ديليت فيسز. لو دوست عليها كده وجيت وقفت عليها عشان نعرف بنعملها ازاي، ديليت فيسز انكلودنج فيلتس اور شامفر اون ا 3D سوليد، لازم يكون عندي شامله فيلت او شامفر، عامله شامفر طبعا، الامرين دول احنا هنشرحهم بعد كده تمام، اون ا 3D سوليد للسوليد اللي انا هعمل له ديليت فيسز. طيب انا عندي السوليد ده فيه شامفر زي ما احنا شايفين كده، انا هختار الفيس ده كده اللي انا عاملاه واجي ادوس بيمين الماوس انتر، رجعه لي مكعب زي ما احنا شايفين كده. يبقى احنا النهارده شرحنا اربع اوامر زي ما احنا شايفين، اللي هي الموف والكوبي والاوفست والديليت فيسز. ان شاء الله المره الجايه هنشرح الروتيت والكلر. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.